بسم الله والصلاة على رسول الله. الموضوع هذا لأن ما حد لحد الحين سلط الضوء عليه بشكل كبير، فكل اللي تدوره في مواقع، كل اللي تحصله في مواقع التواصل الاجتماعي يتكلم عن للأسف الشديد الرقص أو التمثيل، وما في معلومات توضيحية اللي هي المبارزة بالسيف. المبارزة بالسيف في عمان والمناطق المحيطة بها، نتكلم عن شرق الجزيرة العربية. المبارزة بالسيف بشكل عام في الجزيرة العربية بالسيف والترس، للأسف اللي تحصله في مواقع التواصل الاجتماعي معظمها يدور حول الرقصات وحول الرزحات أو العرضات أو إعادة تمثيل بعض المشاهد، لكن إنه يكون فيه يعني شرح مع توضيح إعلاميا هذا ما موجود للأسف الشديد. تحصل حتى في أشياء غلط، يعني حتى بعد مراجعة الكتب، بعد مشاهدة فيديوهات وأفلام تخص المناطق المحيطة بنا. زين، وصور قديمة من المنطقة ومن الدول المحيطة، من شرق أفريقيا، من إيران، من الهند، في الكثير من الفجوات الموجودة عندنا فيما يتعلق بهذا الفن، وهذا من التراث والثقافة الذي يجب أن يتم المحافظة عليه، لأن هذا يمس الهوية للفرد نفسه. يعني نشوف الحين أن الكثير يعني معجب بالفنون القتالية للآخرين، وينظر بدونية واحتقار إلى ما لديه، لأن ما حد مثله هذا الشيء بطريقة صحيحة. بتشوف في كثير من الرزحات ومن الفنون الشعبية اللي موجودة أن استخدام السيف والترس للعرض فقط. حتى في هناك ارتكاب أخطاء، أن في كثير من الأحيان يوضح أن السيف يلتقي بالسيف أثناء المبارزة، وهذا خطأ. إذا السيف يلتقي بالسيف، أول شيء هذا يتلف السيف نفسه، وبعدين شو فائدة الترس؟ شو فائدة الترس إذا كان السيف بيلتقي بالسيف؟ خلنا نتكلم شوي عن السيف والترس. في آخر 300 و400 سنة من تاريخ المنطقة اللي هي شرق الجزيرة العربية وعمان بالتحديد، الترس كان تقريبا قبل دخول الأسلحة النارية كان أكبر وأعرض من كذي. هذا بالإنجليزي يسمى باكلر، وهذا أقصر وأصغر. في بسبب انتشار الأسلحة النارية اختفت التروس اللي أكبر من هذا، واقتصر الاستخدام على التروس الصغيرة. هذا الترس أساسا أصلا من شرق أفريقيا، تقدر تشوف حتى يعني تبحث في النت عن East African Bucklers، East African Shields، بتطلع لك معظم النماذج تدور على هذا، على هذا التصميم. بسبب استخدام الأسلحة النارية يعني قلت فعالية الترس العريض، لأن كان الترس العريض يستخدم لصد السهام، لكن مع وجود الأسلحة النارية يعني الحاجة إلى حاجة خفيفة وسريعة الحركة، تم تبني هذا التصميم. هذا التصميم يعني ليس متعبا مثل الترس العريض، حتى تقدر أنك بكل سهولة أنك تعلقه في أي مكان وإن شاء الله ما بيعذبك. الحزام وغيره زين، حتى فيه مسوايل وصلة عشان يتعلم، لكن هني شوية هذا السكين شكلها خانت بي. أيوة بالضبط. والسيف طبعا يكون في الغمد ويكون على هذا الاتجاه، فبإمكانك أنك تحمل هذا الشيء أسهل من أنك تحمل
الترس العريض، وبإمكانك أنك بكل سهولة أنك أثناء الاشتباكات تستله مع السيف وتستخدمه. احنا يعني كثير من الناس خصوصا في العالم الخارجي يبي يشوف شو كان يصير في ساحة المعركة المتعلقة بالمنطقة هنا، ما يبي يشوف استعراضه. هذا اللي 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 يطلع في 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 في, في الرزحات وفي العرضات، هذا ليس هو اللي كان يصير في ساحة المعركة. السيف طبعا في منطقة عمان، السيف اللي هو المستقيم ذو الحدين، أما اللي ظهر فيما بعد، ما بندخل في التفاصيل الحين، اللي ظهر فيما بعد واللي يقطع المقوس واللي يقطع من جانب واحد اللي يسمى محليا الكتارة، وظهر تقريبا يمكن دخل المنطقة قبل 400 سنة 500 سنة، وكان في الأساس قبل هذا يستخدم السيف، عشان كذا يسموه كتارة، يفرقون عن السيف الأصلي اللي هو كان يقطع، اللي كان مستقيم ويقطع من جنبه. في ساحة المعارك يستخدم الترس لصد ضرب، يا يعني أنه يصد ضربة العدو، تنتبه أنت حق ضربة العدو وهو يحاربك وحيحميك من سيفك أنت، سيفك أنت لا يجرحك. يحميك انت، لا يرد سيفك انت ويجرحك. تضرب الرقبة، يضرب الرأس، تضرب الأقدام، انت تستغل خصمك وتغافل خصمك وتحاول انك تسدد له ضربات، يعني يا انها قاتله او انها تعيقه عن انه هو يهاجمك. طبعا الترس هذا الصغير بامكانك انك تناور فيه اسرع من الترس الكبيرة، يصد الضربة يبعدها، وكل مرة كان المسافة شوية بعيدة عنك او متوسطة كل مرة كانت فعاليته احسن في صد الضربات. شيء آخر يتم الغفل عنه بعض الأحيان لزيادة الفعالية، مع الترس سكين أو حتى بعض الأحيان عمود من خشب، عصا تكون مع الترس، لكن العصا تكون تعيق عمل الترس بشكل كبير جدا، لكن السكين خصوصا في بعض الاشتباكات القريبة أو عملية اقتحام بعض الأماكن المحصنة يكون من المفيد يكون مع الترس سكين. عشان حتى إذا صدت الضربة تقدر توجه طعنة مع صدت ضربة الخصم، توجه طعنة بالسكين. فأنت كذي يعني كأنك الحين الضارب عندك سلاحين بيد واحدة، كذلك الترس بهذه الطريقة تستطيع أنك توجه ضربات إلى وجه الخصم وإلى حتى يده، لأن أنت المطلوب منك أنك تكون عنيف في ساحة المعركة. بعض الأحيان يتم ضرب يد الخصم عشان تطيح سلاحه من يدينه، أو أنك تستخدم هذه إما على اليد أو تصد، وهذا النتوء اللي موجود في الترس يمنع السيف انه هو يمشي على كامل الترس ويطلع من الجانب الاخر فيفترع. وصلى الله وبارك.